مرحبا بكل مشاهدي قناة حنبال في حلقة جديدة من برنامج وين ماشيين اليوم. الوضع الصحي في تونس أصبح خطير، تقريبا سجلنا 100 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا. اللجنة العلمية تعلن أنه الوضع الصحي خطير وخطيرة جدا في تونس، والحكومة تعلن الحجر الصحي الموجه. نزلنا كالعادة للشارع ونسمع ونتابع آراء المواطنين كيفاش تعاملهم مع الوضع الصحي هذا. صالح بورقيبة مغلق. والله قالوا مسيرة ما نعرفش، أنا بدي ماشي للطبيب غاديك ما نيش فيه. علاش؟ كيف أنا طبيب يطلب فيا ويعاود ويستنى فيا في البيرو، ما لقيتش منين ندخل، حتى الشارع باريز مسكر. باش نعبر على البلاد هذه، باش ندافع على البلاد هذه عاملين، ولهذا كيما وقفنا معاكم باش نعاودوا نقفوا معاكم، باش نعاودوا نقفوا البلاد هذه. والله نشكر خير حدا حنا بعد كي جيتونا لغزة. والله العظيم من تونس جونا شنو؟ وين جيناكم؟ في الغزة. احنا انت تورك محاصر. فسر لي اكثر. تخزر بوريارات وين ماشي وين متعدي في غزة ما يعرفوش اللي احنا توانسة البلاد ديمقراطية. احنا رانا في غزة نقول لهم رانا في تونس عندنا الحرية وعندنا السياح. تسمع هنا نحسب فيها توا في الشارع 4000 بوريار و18 كهرباء و3633 ألف عون امن. اخويا في غزه رانا محرومين، ماذا بين يجيكم لتونس غادي عندكم رخص المعيشه وعندكم السياحه وعندكم يد العامله وعندكم الصناعه. اخويا مرحبا بكم. اش فهمت يا ماكله بعضها جيت هابط تو باش تمشي للاسواق قال لك دور من غاديك هي مسكر ما تعجب شيء العباد كاش تفاد تدز في بعضها. يا اخويا ربي يقدر الخير في هالبلاد، والله العظيم ربي يقدر الخير، ما يعرفش يفهم حد شيء. العباد تلكش على غالب على حسابها، عندها الحق. العباد شوف لا فلوس لا خدمه لا قدمه لا ديون الماء ضو يا ولدي سنة ساس يا ولدي شو تعمل الله غالب هي البلاد التالي لسه القدام. اللجنة العلمية تقول لك انه 100 حالة وفاة سجلناها في تونس وانه المستشفيات ما عادش تستوعب المرضى، شنو رايك؟ يا ولدي شوف 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 خلينا نموت بالكورونا، صدقني والله العظيم واحد يتمنى خليه يموت بالكورونا يموت شهيد، فهمت؟ ولا يشنق روحه ولا يحرق روحه. حرام هذا اللطف. لا 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 من هنا من هنا للجهنم ولا يمشي للارهاب من هنا للجهنم. على الاقل ما هو كي موت تربي، فهمت؟ ربي بعث لنا مش قادرين مش نموتوا تو نموتوا، فهمت كيفاش؟ ليش مش نعملوا؟ شنو الحل؟ اعطيني الحل. حجر صحي موجه الدوله. انا وزاره الصحه برحمه والديك العباد من الاول شوف سمعت الكلام وقعدت في الديار، ومره هذه منين؟ ناس كتبها فارغه برسمها لكم منين؟ شكون باش يوكل شكون باش يعيش ولاده صغاره؟ اللي خرجوا هذوما كسروا في عقاب الليل انا نعرفهم، اللي خرجوا وكسروا فهمت وسرقوا منين؟ راهو من القهر راهو يخرج لك فهمت باش لاك باش يمشي يخرج لك يسرق. علاش ما عندوش ما ياكل؟ شوف ام وابوه فهمت كانوا ياكلوا فيه ويشربوا فيه، تو ما عادش ياكلوه ويشربوه. حتى امه تقول له برا مشي اخرج عليا فهمت، مشي انت منين مشي يجيب برا سمك منين مشي يجيب؟ عنده حل فهمت يمشي يسرق فهمت، ولا يقول لك نمشي للدحرق نهجم البلاد. ما فماش امل. وكان جاوا هذوما الشباب الصغار عملوا لهم مشاريع صغار كل واحد عطاوهم ولقطوهم فهمت ودربوهم وعطاوهم شويه فهمت راس مال فهمت وخدموهم فهمت اللي عطيوه نصب واللي عطيوه تاكسي واللي عطيوه فهمت اي مشروع صغير تو تنوش الامور. هما شيخين ويلقحوا وقاعدين فهمت شيخين وقهاوي ويضحكوا ويلعبوا وسهريات في الليل وشعب ياكل بعضه حوت ياكل حوت وقيل الجهد يموت وربي معكم. اي والله نشوف فيه الوضع خطير برشا ويلزم الدوله تاخذ قرار في اقرب وقت. هات شكون يسمعك خويا. برشا موتى برشا موتى وبرشا برشا برشا مش نحكي لك نعجز على التعبير. بالنسبة لي أنا سامحني ما نمش بالكورونا جملة جامي أنا جامي. أي واحد يموت بالقلب كورونا خي ما شفت بحذايا ما شفتش ما هو أنا نهج من هنا ونسكن هنا ما ريش حتى واحد قدامي بالكورونا وما شفتش حتى واحد يتبربز قدامي. هاني ندور نعملوا في 100 وفاة عملنا 100 وفاة في نهار واحد. إي في نهار واحد هذاك شو وعدكم في اللاج بتاعه قداش عمره؟ شنو وفاة؟ عمره 80 تحبوا يعيش توا؟ برا خويا شوف المتروات الناس مغفصة على بعضها برا يمشي يدخل فما حمامات قاعدين يخدموا في الحمام. مثلا تقول لي بين المدن ما مسكره ولا ممنوع التنقل بين المدن؟ يا ونمشي انا وياك تو وحيده نطلع باب سعدون. العباد اللي هي جايه من قابس واللي جايه من عنيش عارف من بنزرت واللي من موجوده هابط اللوطه فريب مثلا نتاع الحافصيه سيدي بومندير
باش نحكي لك؟ هو اليوم المفروض اللي احنا اليوم السبت المفروض الحداش فما ندوه صحفيه لوزير الصحه توا تقريبا مدي ساعه ومازال ما طلعش اعلن وفي المفروض انا مش يعلن الحجر تمديد الحجر الصحي الموجه. نقول لك تمديد الحجر الصحي بالنسبه لي انا نقول لك نعطيك من الاخر خويا كي تعمل لي حجر صحي على مش يمشي يشري بلوزون مش يشري سروال برا سكر لي الاسواق خويا يا خويا خلي تضربني كورونا خلينا نموت. دبر فينا لا لا بالحق 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 انا داكوردو عندي صغاري وعندي اولاد ولادي وعندي كل شيء مي باش نعيشهم انا. انت شنو تخدم؟ انا نخدم في رستوران. تخدم توا ولا؟ بطال هاكم مسكر هاكم مسكر اخويا. انا واحده من الناس عندي خمسه صغار كي خدموا لي حتى واحده يزي. خمسه صغار ومتخرجين. علاش احنا نوصلوا للحلاليه وللضرب وللاهانه وللسرقه والواحد راهو كي خدمونا صغير انا نغزروا للبلديات ونغزروا الواحد شكون يدخلوا راهو بعينينا نغزروا لهم. ما نقولش انا وين نسكن اما نغزر لهم راهو خوه ولد خوه كي دخلت انا البلديه ودخلت المعتمديه هذاك ولد خوه هذاك ولد عمه هذاك تغيظنا ولا لا التوانسه تغيظنا وندخلوا بعضنا ولا ما ندخلوش ولا نعيط ولا نضرب راهو نغزروا للرشوه كيف تعدى ما بين يدينا كيف اولادنا قاعدين في الدار علاش ما تغيظناش رانا شاعلين راينا مش نهبلوا على الشيء هذا غايظتنا الرشوه الرشوه نغزر لها بعينيك كيفاش تتعدى راهي بالعشره ملايين تدخل تقدم ما غير فلوس ما تدخلش. اتصلت بمسؤول وقال لك اعطيني الفلوس باش ندخل لك. ما اتصلتش ما نكذبش عليك اما وصلت لنا انا ما نعطيهاش الرشوه مستحيل باش نخمم فيها الحكايه هذيا كان كاتبت لهم حاجه باش يخدموا ما كاتب لهم. والله كان جيت الاجراءات هذيا نجحت من المره الاولى تنجح المره الثانيه لكن كيفاش انت تعطي قرار انه كل شيء يتسكر يعني من قهاوي من ريستورانات حط في بالك اللي فما راهو ابار الكارثه نتاع الصحه فما ناس مساكن عندها فلوس عندها قروض تخلص فيهم ابار سا انت اي صحيح دكريم اي ضو علاش انتم تركزوا على الناس الطبقه الوسطى وقت لي احنا توا في وقتنا توا الطبقه الوسطى اندثرت نحات مع ان كان طبقه غنيه جدا والا طبقه ممحوقه مسحوقه ما يجيش راهو ما يجيش جراف على الاخر جي انت تعطي بلاغ سكر الدنيا الكل وجراف وما نعرف شنو كوفر فو وتخلي المترويات تخدم. الوضع اليوم صعيب برشا بين الوباء هذا اللي يحكم فينا واللي ما يسمحش بالتجمعات وبين المجتمع التونسي اللي عايش في ضيقة كبيرة برشا معناتها من بطالة من تهميش جوع فقر ما ثماش حتى حاجة معناتها تخلي التونسي بالرسم اليوم انه يستبشر خير يقول غدوة تونس خير الكلنا نحبوا تونس وكلنا ضد العنف وكلنا كذا اما ما ثم حتى شيء انا واحد من الناس تو عندي عام بطال في جرة الاجراءات الصحية هذه الخدمة نتاعك انا نخدم في دومين السياحة ونخدم بالليل عندها تو من مارس عنا والكوفر فو معناتها عملوش حاجة الدولة عملتش حاجة خمتش فينا معناتها تونسي اليوم يخدم مش باش يخمم يحسن مستقبله لا يخدم باش يخمم يخلص الكراوي ويوكل ولده ويوكل داره ويعيش دار هذاكم هما أعلى طموحات نتاعنا المواطن التونسي طيب. معناتها حاشاك ما ثم حتى فرق بينه وبين الحيوان حتى الحيوان يحرث ويعمل باش ياكل في الليل ويرقد في البيت نتاعه وكهو معناتها عجبتك انت كيلو فلفل 4000 عجبتك غلاء المعيشة ما فماش حتى حاجة معناها باش تعيش احنا في احنا كعملناها الثورة انا نتصورها عملناها نقمة في رواحنا مرينا منها حتى شيء معناها زاد كثرة البطالة فما كان البطالة برشا في بالنا احنا باش يعملونا مشاريع باش نخدموا باش يحلوا المعامل باش يحلوا برشا حاجات انا نرى فيها تو الدنيا كلها تسكر شنو اللي يعجبك فيها تو المواطن التونسي تعب برشا فوق الطاقة ما عادش لاقي حقه ما عادش لاقي حتى شيء دجا فهمتني لا عاد ينجم يعيش لا عاد ينجم ياكل لا عاد ينجم يخلص كراه لا عاد ينجم يخلص الضوء نتاعو فد التونسي فد ما عادش قلق 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 على الاخر ما عادش ينجم يا حتى شيء وصلنا للطاف هذا منيش الله اعلم الله ماشي حسب رايك انت الوضعيه ان شاء الله ربي يقدر الخير وين ماشيه هما يعرفوا وين ماشي ماشيين فيها هما اللي قاعدين يمشيوا فيها عمري ما كنت نتصور النهج هذايا انا بنت المنطقه هذه كنت نلعب في الباسكيت لهنا نجيو نلعبوا نخرجوا ماضي ساعه نتاع الليل نخرجوا ما ساعتين نتاع الليل نلعبوا حد ما كلمنا توا رجال كوستوات
ما عادش نجم تخرج، ما عادش نجم تدور في الشارع. من ايش هذا؟ من ايش؟ شكون وصلنا للحاله هذه؟ ويقول لك التونسي لا، تونسي بابا طيب، والتونسي يحب بلاده ويخاف على بلاده وعمره ما يكون ارهابي. كيفاش صنعوا هذوما شباب هذوما باش يكونوا ارهابيين؟ كيفاش كيفاش احنا ارهابيين اللي قرينا في صدقيه؟ واحد من الناس قريه في صدقيه، قريه في العلويه، فهمتني؟ عمرنا ما يكونوا ارهابيين. هذه البلاد عزيزه علينا، بلادنا عزيزه عزيزه وغاليه، نموت اليوم وغدوه عليها، ومستعده انا باش نموت. امي منادنا مربوطه مضروبه زوز كارتوشات كان يحلوا عليها في القبر، فهمتني؟ جاونا هذوما قالوا منادني، منادني لمناش؟ فاش نزلت يا بابا؟ فاش نزلت؟ نزلت انت باش تشد الكرسي؟ ها؟ باش تشد الكرسي؟ تشد الكرسي؟ سامحني، رانا تعبنا، اعطينا بلادنا مستقره، اعطينا نرتاحوا، فهمتني؟ ب 10,000 نمشي نقضي، مش توا انا نجبد 100,000 وما نقضي حتى شيء، فهمتني؟ ما تقضيليش 10 نقول لا هنا المرشي سرقني ولا العطار سرقني، نبدا نعمل في حساباتي، ما نلقى حتى شيء. وين ماشيين يا خويا؟ وين ماشيين؟ انا من 2013 وانا دبلومي، دقيت البيبان الكل ما فماش خدم، نحبوا نخدموا في بلادي. نقولوا لك تمشي. فما ما حتى رد، مشي واعمل مشروع، انا نحب نخدم في بلادي، نحب ناكل خبز وانا انا حاله دار، انا راجلي زوز بطاله، نهار اللي يخدم هو نعيش ونهار ما يخدمش ما نعيشوش. شنو خدمونا بالحق؟ نحبوا نخدموا في بلادنا، جزيتنا وخميرنا وارضنا، تونس راهي تونس. امشي لاي بلاد اخرى باش تعيش، مش صحيح راهو كله كذب. هاي اوروبا، نحب نعيش في بلادي، ناكل انا راني حره من حرير تونس، انا امراه، انا نقودها، نقودها البلاد هذه الكل، انا نقودها. شنو هي ما نخدموش؟ شنو الفقر؟ شنو ميزيريا؟ شوفوا المعيشه، شوفوا الفلفل، شوفوا الطماطم، شوفوا البصل. يا عبد ربي راهو بالحق، راه 50,000 نقول لكم كان داوينا ما كلينا، كان كلينا ما شربنا، ما تفرهدنا. شي بخوراتنا رانا مشنا شيخين في بلادنا، رانا مشنا شيخين في بلادنا، مشنا شيخين في بلادنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. انا نسيت كيفاش نكتب من 2013، انا نسيت كيفاش نكتب. انا من حقي في بلادي ناكل خبز، من حقي نعيش، من حقي نعيش، من حقي نعيش، قريت، من حقي ناكل خبز. هكا الادارات علاش ما تخدمش؟ خاطر نيفو باع يحطوا فيها ناس مشي مشي مستويات. علاش نقروا من في شبابنا اقرا 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 واللي فاك محلوله؟ علاش مال؟ علاش؟ واساتذه تقري ودي سالير ودي نخدموا نخدموا، نحب نخدم في بلادي من حقي، ناكل ونربي صغاري ونعيش عائلتي ونعيش اهلي ومالي في بلادي من حقي، ارضي زيتوني ومالي ناكل، وانا تونس من حقي انا ناكلها، مش يا عبد اخر جنية براني ياكلها، من حقنا نخدمو شبابنا الكل، من حقنا نخدمو. رحليلي يا ربي، مرضتونا بالسكر والدم. هذا هو المشهد اليوم في تونس، وضع صحي خطير، احتجاجات بالجملة من غلاء المعيشة والفقر والبطالة. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، تصبح على خير.